ساعة خليجية إيمان الحمود. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. حديث الساعة. لا زالت وثائق بنما التي كشفت أسماء المئات من زعماء العالم والمشاهير ممن بحثوا عن ملاذات ضريبية آمنة لثرواتهم تثير الجدل في أوروبا. رئيس الحكومة الأيسلندي قدم استقالته، والبريطاني يواجه غضبا شعبيا يطالبه بالاستقالة. في المقابل تجاهلت جل الدول العربية وعلى رأسها دول منطقة الخليج النفطية ما جاء في تلك الوثائق. البعض يقول أنها مؤامرة لزعزعة الأمن، والبعض الآخر لا يجد جديدا فيما ذكر. سنفتح هذا الملف للنقاش اليوم مع ضيفين الكريمين. بداية معنا عبر الهاتف الأستاذ أنور رشيد، رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، ويسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور أكرم حسن. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدي. دكتور أكرم، نبدأ معك الحديث. باعتبارك خبير اقتصادي، تابعت هذه الوثائق ويعني قرأت يعني ما جاء فيها من معلومات، أو على الأقل ما تيسر من معلومات، برأيك يعني ما سبب أو ما توقيت ظهور هذه الوثائق في هذا الوقت تحديدا؟ شكرا للاستضافة. الحقيقة يعني توقيت إعلان هذه الوثائق كان هو تراكم لجهود استمرت لفترة طويلة لأشهر، واشترك بها صحفيين استقصائيين من 76 بلد. نعم. ول يعني كثرة الوثائق، يعني الوثائق هي تقريبا 11 مليون وثيقة، منها 8000 يعني إيميل وصور، فيحتاج يعني وقت لتحليلها ويعني استخراج الإعلان عنها. طبعا ربما يثار الشك حول توقيتها، لأنه المنطقة خاصة منطقتنا العربية وبشكل عام الاقتصاد العالمي يعني لا زال يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية اللي حثت في 2008. نعم. يعني لا زال القطاع البنكي يعاني من مشاكل، إضافة إلى هبوط في أسعار المواد الأولية ومنها النفط، وخاصة بالمنطقة العربية ظهور العجز في ميزانيات كثير من الدول خاصة الدول النفطية. فيعني الإعلان عن هذه النتائج يعني باستثناء الاعتبارات السياسية أو ما يطلق بين قوسين نظرية المؤامرة، أصور إنه الإعلان عنها له تبريرات اقتصادية ومالية. نعم أستاذ أنور، ما رأيك بهذا الكلام؟ هل فعلا يعني المسألة لا تتعلق بمؤامرة كما يقول البعض في منطقة دول الخليج؟ بداية تحية لك سيدتي ولضيفك الكريم وللسادة المستمعين. احنا اعتدنا حقيقة يعني خلال الأعوام القليلة الماضية أن تثار قضية بشكل عام حول قضايا تمس المجتمع. قبلها كان الوكيليكس والآن وثائق بنما، وأنا على فكرة سوف تلحقها قضايا أخرى في المستقبل المنظور، ولا شك بأن هذه القضايا تمس شريحة المجتمعات التي تأثرت بها، ومنها مجتمعات دول الخليج التي ورد عدد من زعمائها وساستها من ضمن هذه الوثائق من خلال التحويلات المليارية إلى بنما وغيرها من هذه الفضائح. أنا حقيقة لم أستغرب خروج هذا الأمر، وإنما هناك أيضا
دليل هذا على أن هناك تفاعل وهناك ضغط كبير من المجتمع الدولي على دول الخليج لحثها على التحول أو للتحول إلى أنظمة ديمقراطية ملكية دستورية وإلى آخره. الإشكالية الوحيدة الآن التي تواجهها دول الخليج هي هذا الضغط المتواصل عليها، واليوم نرى أن دول الخليج هي التي تقود الدول الممانعة إنجاز للتعبير أو دول المقاومة للديمقراطية، وبالتالي نحن أمام إشكالية ليست بجديدة وإنما هي إشكالية سوف تتطور في المستقبل المنظور، ولا أعتقد بأن هذه الفضيحة سوف تكون الأخيرة، وإنما هذه أنا كما عبرت عنها بسبق وأنا عبرت عنها بأن هي مجرد رسائل إلى دول الخليج بأن إذا وأنا أتكلم على الشق الخليجي تحديدا إن لما تتحول هذه الأنظمة إلى أنظمة ديمقراطية هناك في ملفات أخرى سوف تفتح في ولكن المستقبل. يعني يبدو بأن هناك تجاهل من قبل دول الخليج أستاذ أنور. طبعا هذا لا شك كبير. الآن نحن الإعلام العربي بشكل عام فاسد، أقصد الإعلام الرسمي بشكل عام فاسد، وبما فيه الإعلام الخاص مع الأسف الشديد الذي تم شرائه من قبل هذه الأنظمة المختلفة في المنطقة والتي لا تريد أن تظهر الحقيقة لهذه الشعوب ولا تريد أحد يحاسبها، وأن نحن أمام معضلة أيضا إعلامية ومعضلة أخلاقية أيضا في هذا الاتجاه، إن لم تكن يعني هذه الوسائل الإعلامية مثل مونتي كارلو والبي بي سي وغيرها من وسائل إعلامية تحترم المستمعين وتقدر موقفهم وتكشف الحقائق لما عرفنا هذا الأمر. لو انتظرنا وسائل الإعلام الخليجية تحديدا أن تتحدث عن هذا مستحيل تتحدث عن هذا الأمر. نعم. وبالتالي هناك هذه إشكالية يعني أيضا. فلنستمع إلى ما يقوله الدكتور أكرم حسن في هذا الصدد، خاصة في مسألة التجاهل الإعلامي. نعم. في منطقة الخليج لهذه الوثائق، حتى في العراق كان كبير لهذه. نعم. الوثائق طبعا رافق الإعلان عن وثائق بنما أيضا فضيحة اليوني أويل اللي هي فضيحة دفع رشاوي من شركة موجودة في موناكو وتورط بها، يعني ظهرت أسماء خاصة وزير النفط العراقي، وزيرين للنفط العراقي وموظفين في وزارة النفط. أنا يعني إثارة هذه القضية طبعا يجب أن نربطها بالأولويات الحالية لمكافحة الإرهاب. احنا نعرف انه هذه الملاذات الضريبية يعني بالإضافة الى انه توفر السرية البنكية و يعني تكون بعض الأحيان مصدر لتمويل جماعات إرهابية لا تريد أن الأموال تدخل في النظام البنكي المعلن أو الليسيت، يعني تمويل الإرهاب مرتبط أيضا بهذه القضية، لأنه معظم تمويل هذه الجماعة الإرهابية هو يعني يدور فيما يطلق عليه بالمالية السوداء أو الرمادية الغير مكشوفة الغير معلنة. هذا يعني يعجل في طرح هذه القضية، إضافة إلى أنه الأزمة خاصة الأزمة الاقتصادية بالدول العربية والدول الخليج والدول النفطية وعالميا، وجود هذه الأموال الكبيرة يعني وصلت إلى 7-8 تريليون دولار اللي تشكل 7% من الثروة العالمية. نعم. فهذه مبالغ ضخمة جدا، وهذه المبالغ تأثر على الأداء الاقتصادي العالمي، يعني هي مصدر محتمل وكبير للأزمات الاقتصادية، إضافة إلى أن هذه الأموال قادرة بضخامتها أن تفشل السياسات الاقتصادية اللي تريد تعالج مشاكل يعني هذه الدول. الآن الدول النفطية والعربية فيها بطالة كبيرة، فيها عجز في الموازنة، فوجود هذه الأموال خارج الإطار يعني الدوائر المالية المعلنة
وذهابها إلى هذه المناطق الملاذات الضريبية للتهرب يعني يؤدي إلى إفشال كثير من الاتجاهات نحو الديمقراطية والشفافية. يعني الآن حتى المؤسسات الدولية حينما تذهب هذه الدول عندها فلوس مالية للاقتراض، أول طلب للمؤسسات الدولية إنه أنتوا حاربوا الفساد، حاربوا الإرهاب. عندنا مثل العراق، يعني نصف تريليون دولار راحت خلال 10 سنوات وما نعرف وين راحت، كلها سرقة. والآن في مشاكل البطالة هائلة، في مشاكل الفقر، في مشاكل تردي الخدمات. يعني هذا مثل بسيط على يعني هول المشكلة وضرورة والحاح للمعالجة. طب هناك سؤال يطرح في أوروبا عموما وحتى يعني في دول أخرى من العالم، أنه هذه الأنظمة أو هذه الدول الخليجية ليس فيها أنظمة ضريبية، ما الذي يدفع رؤوس الأموال أو يعني السياسيين إلى نقل هذه الأموال إلى الخارج؟ يعني هم لا يبحثون عن ملاذ ضريبي مثل السياسيين الأوروبيين أو أهم شيء أنه يعني هذه السيل من الأموال الغير معلنة والهاربة يعني تظهر في مراحل عدم الاستقرار السياسي. في عدم استقرار سياسي كبير الآن في منطقة الخليج، خاصة بعد الإعلان الاتفاق النووي وتقرب الولايات المتحدة من إيران. فهنالك مخاوف في الخليج باعتبار أنه كانوا تحت مظلة الحماية الأمريكية. فهذا المخاوف تؤدي إلى بعض السياسيين أن ينقلوا جزء من ثرواتهم خارج دولهم ليتخلصوا من إذا حدث طارئ، فربما هذه توفر لهم إمكانية للحركة والاستمرار في إمساك السلطة. لحظات فقط ونعود إليكم. ساعة خليجية. إيمان. نعود إلى الأستاذ أنور أرشيد. أستاذي العزيز، استمعت إلى ما قاله الدكتور أكرم قبل الفاصل، برأيك هل فعلا هناك مخاوف أمنية داخل دول الخليج تحمل بعض السياسيين إلى إخراج رؤوس الأموال الكبيرة هذه إلى خارج، أو البحث عن ملاذات ضريبية بين قوسين في الخارج؟ نعم بالتأكيد، يعني وأنا أتفق مع الدكتور أكرم في هذه الجزئية، لا بل أضيف على هذه الجزئية بأن الفساد المستشري في دول الخليج الآن فساد أو مستوى غير مسبوق بتاريخ دول الخليج حقيقة. والدليل على ذلك الإعلانات عن المشاريع المليارية التي ليس لها وجود على الأرض وعلى الواقع، وبالتالي الشعور بعدم الاستقرار والشعور بأن هناك تاريخ جديد في المنطقة أو يصنع في المنطقة، وهذا التاريخ ليس به هذه الأنظمة التي تتمثل في الفساد المستشري والتي ليست ديمقراطية والتي تعتقل النشطاء والسياسيين وتزج بهم بالسجون وإلى آخره. نحن أمام إشكالية حقيقية يجب أن تعيها هذه الأنظمة الخليجية الآن وبكل صراحة وهم فاهمين هذه الجزئية حقيقة. هم يعرفوا أن التاريخ لم يعد كما كان ما قبل تاريخ البرجيزي، بدليل أن دول الخليج اليوم هي التي قادت وتقود ولا زالت تقود الثورة المضادة للحرية والديمقراطية في كل المنطقة، وهذا ليس بسر. يعني ما نراه بليبيا واضح، وما نراه بتونس بسوريا واضح. يعني نعم، بالإضافة إلى الكثير من المجتمعات العربية، اسمحي لي بس في هالجزئية أختم فيها، بالإضافة إلى الكثير من المجتمعات العربية التي تابت شعوبها والتي تطالب الديمقراطية والشفافية والحرية والانتخابات الحرة والبرلمانية إلى آخره، هي التي اليوم تدفع ثمن هذه المطالبات من خلال توقيق هذه المجتمعات بإرسال الجماعات الدينية والدفع والتيارات الإسلامية. السؤال
نعم تفضل. السؤال الذي يطرح هو الآن، يعني بعد أكثر من 5 أعوام على ثورات الربيع العربي أو ما يعرف بثورات الربيع العربي، يعني كان الحديث دائما من بعض النشطاء في منطقة الخليج بأن هناك حراك قادم في المنطقة، وأن هناك يعني لا يوجد مؤشرات ملموسة لمثل هذا الحراك. يعني دعنا، يعني هناك أنظمة مثلا ربما يكون فيها عدم شفافية، ولكن مثلا في الكويت، في الكويت هناك دولة فيها شفافية وفيها ديمقراطية، ومع ذلك مستويات الفساد مرتفعة، ويعني الحريات إلى تقلص، ويعني لا يبدو أن هناك يعني مؤشرات تدل على أن هناك تغيير، مع أن هناك ديمقراطية في الكويت. نعم، هي الحقيقة فهي ديمقراطية شكلية، يعني مجرد ديمقراطية بالاسم. يعني اليوم كل الكويت هي أكبر دولة في العالم بسجن المقردين، اليوم الكويت تسجن زعيم المعارضة مسلم البراك بسبب رأي، وتسجن الكثير من يبدون آراءهم في أحكام قاسية حقيقة تصل إلى. لا، أنا أقصد بأنه لا يبرز هناك تململ شعبي من الأوضاع الحالية في منطقة الخليج، يعني لا توجد، يعني لا نسمع هذه الأصوات التي يقول الناشطون بأنها موجودة. نعم صحيح، لا أنا أجزم بأن الشعوب دول الخليج تتعرض إلى قمع غير مسبوق، هذا يجب أن نكون واضحين فيه. الاختلافات القسرية موجودة، لدينا 40,000 معتقل سياسي بالسجون في دول مجلس التعاون الخليجي، لدينا كامبت، ولدينا استبداد، ولدينا كل هذه العوامل لا تستطيع. لدينا مشكلية سحب الجنازي إيمان، يعني لا تتخيلين أنت هذه قضية سحب الجنازي كيف تؤثر على المجتمع وعلى العائلة وعلى الأسرة. يعني من يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، لم تطبق هذه الآية حقيقة يعني في هذه الدول التي تدعي بأنها دول إسلامية على الأقل. تسحب الجنازة من الناشط ومن أسرته. طيب، وصل إلى 57 فرد بأحد الحالات تسحب جنازتهم. هذه إشكالية جعلت الحراك يتريث ويحسب حسابات دقيقة، وبدأ الخوف يدب في نفوس الناس من التحرك. لو قارنا التحرك في 2015 او 16 وما بين 2012 و13 فهو لا حقيقة، يعني ليس هناك وجه مقارنة. يعني كانت المظاهرات تطلع بعشرات الالوف، الان لا يخرج احد هذه المظاهرات خوفا من الاساليب الأمنية والجناسي. لنبقى في إطار وثائق بنما ونعود إلى الدكتور أكرم حسن. دكتور أكرم، يعني هذه الوثائق يعني يقال بأنها يعني لا يمكن أن تحرك منطقة الخليج باتجاه، لأنه يعني هناك أساسا يعني رضا شعبي، أو ربما هناك عدم رغبة في تكرار سيناريو ثورات الربيع العربي في دول الخليج. هناك خوف من أن يتكرر ما حدث في سوريا، أن يتكرر، ولذلك فإن وثائق بنما لا يمكن أن تحرك. ما رأيك بهذا الكلام؟ نعم، الحقيقة يعني هي حتى إذا لم تحرك الآن، ولكن هي تراكم، يعني هاي المسائل تتراكم. يعني هاي المسائل الويكيليكس، وبعدين بنما، وربما بنما لا زالت يعني في تطورات متوقعة تثير يعني كثير من اللغط ومن النقاش. احنا نعرف انه يعني الدول الخليجية ودول النفطية كانت تمارس يعني السخاء، باعتبار هذه أموال هي ريعية، فتمارس دور الأبوة على الناس، فلا تفرض عليهم ضرائب ولا يدفعون رسوم، فهم في بحبوحة. لكن الآن تغيرت الأمور. نعم. يعني الآن النفط يعني في حتى التوقعات، حتى لو عندك مئات الملايين من المخزون النفطي، في الآن مقولة أنه انتج النفط بسرعة، لأنه بعد فترة ما إلى قيمة، لأن توجد له بدائل. فهذا يؤدي إلى يعني بقاء أسعار النفط واطئة، وراح تستمر بهذا المستوى، ما راح ترجع إلى 110 و120. فالالتزامات اللي يقدمها الحاكم للناس حتى يسكتوا، وحتى يعني لا يعني
توجد أدوات محاسبة وشفافية كاملة ومنح الحقوق المدنية والديمقراطية للناس وإتاحة الفرصة لهم في المساهمة في القرارات الاقتصادية المصيرية. فالآن حتى القواعد الاجتماعية للسلطة بدأت تتفتفت، يعني واضح بالعراق، يعني بالعراق السلطة معظم المناطق الجنوبية اللي هي شيعية هي تسند السلطة لأنه كانت ترمي عليهم مبالغ هائلة. نعم. الآن حتى معرضين للإفلاس، يعني القواعد الاجتماعية بدأت تتفتت من هذه السلطة. يعني التطورات، أنا أتوقع تطورات ستكون حاسمة في المنطقة، والضغوط الدولية أيضا لأنه الإرهاب بدأ يعني حتى يهدد أوروبا، مهاجرين بأعداد هائلة، فبدأوا الناس يأخذون إجراءات يعني فعلية لجعل هذه الدول ترضخ للمحاسبة والشفافية. طيب أستاذ أنور، هناك نقطة مهمة أثارها الدكتور أكرم اللي هي نقطة الدولة الريعية. يعني الناس في منطقة الخليج عموما يعتبرون بأن الحاكم يعني يوفر لهم كل شيء دون أي ضرائب، وبالتالي هو حر في رؤوس أمواله أو في ثرواته الخاصة، يجعلها في الداخل، يذهب بها إلى الخارج، هو حر فيها. يعني ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني هذا كلام شريحة واسعة. لا صحيح، بالنهاية هي منظومة فساد كاملة يعني، وليست في الحاكم فقط، يعني هناك الحاكم وهناك أعوان الحاكم وهناك أزلام الحاكم وهناك من هم وراء هذه المنظمات غير معلنة والغير رسمية التي تتعاون على سرقة هذه المجتمعات من خلال المشاريع المليارية وغيرها. نحن أمام مثل ما تفضل أستاذ أكرم، يعني هم الآن هذه الأنظمة هي التي تواجه إشكالية الآن بكيفية إسكات وشراء سكوت هذه الشعوب. اليوم الشعوب مثل ما تفضل الدكتور، يعني إذا كانت العراق يعني صرف النظام في العراق نصف تريليون دولار خلال السنوات الماضية من خلال شراء الولاءات وغيرها والمشاريع والسرقة وإلى آخره، ماذا سوف يقدم النظام الآن لإسكات الناس؟ يعني وسوف يواجهون هذه الإشكالية قريبا، يعني هو ليس بعيدا. هناك ضغوطات دولية، هناك ضغوطات محلية، هناك ضغوطات إقليمية، كل هذه الضغوطات سوف تؤدي إلى تغيير المعادلة في المجتمعات الخليجية تحديدا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر على ما هي عليه كما كانت في السابق. اليوم أسعار النفط لا تستطيع هذه الدول أن تجاري أحد، وهناك الطاقة البديلة وغيرها التي الدول الخليج ليست دول منتجة لأي شيء غير النفط، وبالتالي سوف تواجه هذه الإشكالية. الحل يا سيدتي والذي أنا أتوقع يمكن يعني يكون هناك في صوت عقلاء من هذه الأنظمة بأن تتحول هذه المنظمة، وأن تفكر جديا بأن تتحول أنظمة دول الخليج إلى أنظمة أسر حاكمة، أسر دستورية، أنظمة دستورية كما هو حاصل في أوروبا وبريطانيا وإلى آخره. أستاذ هو أستاذ أنور، هو المشكلة هي المشكلة هي هي في هي المشكلة في الأنظمة. أنا أشوف أن المشكلة ربما هي في العقلية. يعني في العراق تحول النظام إلى ديمقراطي، يعني ماذا أنتج النظام الديمقراطي؟ مجموعة من الفاسدين، ذهبت عائلة واحدة وجاءت في مكانها آلاف مئات العوائل الفاسدة. دكتور العفو، أنا يعني أريد أؤكد على كلامك إنه إحنا يعني ثقافة المواطنة هشة، وثقافة المواطنة يعني تتبعها إيمان عميق بالمصلحة العامة والحرص على المال العام. نعم. لا يعني هذه منظومة من القيم زرعتها هذه الأنظمة حتى وصلت إلى شعوبها، يعني عدم الاهتمام بالعمل كمصدر للثروة. يعني معظم الثروات اللي تتراكم الآن والأغنياء هي ثروات إما الهيمنة على ممتلكات الدولة، أو الحصول على مناصب وظيفية عالية، أو الحصول على عقود. يعني إحنا في العراق ميزانياتنا الاستثمارية كانت هائلة، كلها عقود وهمية وشركات وهمية معظمها، يعني مو كلها. نعم. فيعني مسألة إنه هذه الأنظمة
إذا لم يعني توجد برامج ثقافة لتطوير وتعميق الهوية الوطنية والحرص على المال العام وأهمية المصلحة العامة، يعني المصلحة العامة مو بالضرورة إنه تحقيق المصلحة الخاصة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، وليس هنالك أيادي خفية تنظم المجتمع، وليس هنالك يعني أرواح شريرة مثل ما يقول الكنز الاقتصادي. نعم. إنه يعني توجه الاستثمار. يجب أن يشارك الجميع في القرار، يجب أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة والحرص على المال العام. تعرفين في أوروبا المتهرب من الضريبة شيء يعملوا له يعني مشكلة. صحيح. هناك التهرب الضريبي فمسألة يعني مثل نقول مثل الزلاطة يعني. فلنستمع إلى رأي الأستاذ أنور بما قيل. أستاذ أنور تفضل قطعناك. لا نعم، أنا أعتقد بعد أيضا بالإضافة إلى ما تفضل في الدكتور أكرم، يعني أنا أعتقد لعلني أختلف في هذه الجزئية البسيطة حول يعني أن تتحول هذه الأنظمة أو تستبيح أو تعمل هذه الأنظمة على تطوير مجتمعاتها من خلال ترسيخ قيم المواطنة ودولة القانون ومحاربة الفساد، هذا مستحيل. أنا لا أعتقد أن هذه الأنظمة قادرة على أنا معك. أن تطور نفسها، لأنها هي بمضمونها وبتكوينها الجيني فاسدة. يعني لا تستطيع أن تطور نفسها. نحن كان هناك مقولة دائما يرددها المجتمعات العربية غير مستعدة للديمقراطية، يعني دائما يردد هذه المقولة. وبينما يعني هي يفترض أن تسعى هذه الأنظمة أن ترسخ مثل هذه القيم الديمقراطية وحرية الرأي منذ الرياض الأطفال والابتدائي والمتوسط في المناهج الدراسية، لكن هذه الأنظمة لا تريد ذلك. نعم. لذلك لو نلاحظ أن كل المنطقة العربية مع الأسف الشديد تعاني من نفس الأزمات، يعني غياب في الثقافة الديمقراطية تعني. نعم بالضبط، فيها أزمات تعليم، فيها أزمات مرور، فيها أزمات سياسية، فيها أزمات حرية، فيها أزمات ديمقراطية، كل أنواع الأزمات تتشابه الأنظمة أنظمة المنطقة. وإذا أردنا أن نتحدث تحديدا عن دول الخليج فإن الأزمات قد تتطابق ما بين أزمات المملكة السعودية العربية السعودية وما بين الكويت، نفس الأزمات، أزمة سكن، أزمة مرور، أزمة تعليم إلى آخره. وبالتالي هذه كلها أزمات مختلقة، هذه الأزمات لم تأتي من فراغ، وليس هناك أزمة أساسا، ولكن هي هذه أزمات تم اختلاقها لكي ينشغل الناس في أزماتهم وهمومهم اليومية. العراق أشغل الشعب العراقي في القيبيات وهذا عن الفساد، حتى ثار المجتمع العراقي على الفساد وأصبح يطالب بمحاكمات وإلى آخره. بقية الأنظمة العربية والمجتمعات العربية تعاني نفس الإشكالية. وبالتالي إذا أردنا أن نصلح من هذه المجتمعات يجب أن تكون هناك في سلاسة. دعينا أضرب لك مثل والأستاذ المجتمع باختصار لو سمحت بسبب وقت البرنامج باختصار شديد، يعني مينمار كان يحكمها عسكر، وعندما وصل إلى مرحلة لا يستطيع العسكر الاستمرار في الحكم نتيجة للضغط الدولي والضغط الداخلي وإلى آخره، تغير بكل سلاسة وبساطة. تم تسليم هذه السلطة إلى 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 الإدارة المدنية، ومشت العجلة يعني في مينمار. طيب. تطور مستمر، لكن مع الأسف الشديد أنظمتنا العربية لديها قناعة ولديها شعار مرفوع، يا نحكمكم يا ندمركم. هذه كلهم عملوها. كلمة أخيرة دكتور أكرم بسبب ضيق الوقت تفضل. الحقيقة أنا بس أريد أكد إنه هذه الأنظمة أصبحت مكلفة، يعني إحنا نعرف الاتحاد السوفيتي انهار لأنه أصبح مكلف. الآن هذه بقاء هذه الأنظمة صارت تكاليفها هائلة بالنسبة للناس، وتكاليفها واضحة بالبطالة، بازدياد يعني معدلات الفقر، بهدر المال العام، بالتسيب في استخدام المال العام، فأصبحت مكلفة، يعني كوستلي، هايلي كوستلي.
نعم. إذن بهذه المداخلة الأخيرة من الدكتور أكرم نصل إلى نهاية حديث الساعة لهذا اليوم. نتوجه بالشكر الجزيل لك دكتور أكرم حسن الخبير الاقتصادي العراقي، وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ أنور شيد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني. لحظات فقط تفصلنا عن حديث الناس. حديث الناس. عقدت في الكويت الأسبوع الماضي ندوة تحت عنوان حق تمرير الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي، وهذا ملف يؤرق النساء في منطقة الخليج بشكل عام، وذلك بسبب الأضرار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تقع على الأبناء الذين ولدوا وعاشوا في وطنهم دون الشعور بالانتماء إليه. في فقرة حديث الناس لهذا الأسبوع سنفتح هذا الملف للنقاش، ويسعدنا أن نستضيف الباحثة المختصة في القضايا النسائية الباحثة الكويتية الدكتورة العنود الشارخ، وهي التي كانت إحدى المشاركات في الندوة الأخيرة. ومن البحرين تنضم إلينا الأستاذة مريم أرواعي رئيسة مركز تفوق لدعم قضايا النساء، وهي أيضا للحملة الوطنية لجنسية أبناء المرأة البحرينية. أهلا وسهلا بكما على أثير مونتي كارلو الدولية. أهلا فيك، شكرا على استضافتنا. دكتورة العنود، نبدأ معك الحديث، يعني هذه الندوة التي شهدتها الكويت الأسبوع الماضي برأيك، يعني ما هي أبرز المعوقات التي تحرم أبناء المواطنة الخليجية من الحصول على حق الجنسية؟ أولا أنا أحب أشكرك على طرح هذا الموضوع، هو فعلا موضوع مهم ولازم ننتبه له، لأن في إجحاف كبير لحق المرأة الخليجية في تمرير الجنسية لأبنائها. أو الندوة اشتملت على الوضع القانوني من النواحي السياسية والاجتماعية والأكاديمية، وأنا كانت مداخلتي مبنية على دراسة قمنا فيها لأجل مركز المرأة للبحوث والدراسات في جامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإمائي والمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط، وكان مهتم في وضع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي. نعم. واستنتجت هذه الدراسة توصيات أهمها معالجة بعض القضايا التي أسيء فهمها من الناحية الدينية والتي أثرت على تشريعات أصبحت تحرم المرأة الخليجية من هذا الحق الإنساني والمهم. نعم، ولكن في الكويت مثلا هناك يعني بعض الحالات ممن حصلوا على الجنسية وهناك حالات أخرى لم تحصل بعد، يعني ما هو السبب في يعني في التفرقة منح الجنسية لأبناء بعض المواطنات وبعض المواطنات لم يمنحوا الجنسية؟ أعتقد أن الكويت حالة خاصة من هالناحية، لأن بعد تحرير دولة الكويت من الغزو الغاشم أصبحت هناك يعني ممارسات مختلفة من ناحية إعطاء الجنسية عامة وليس فقط من ناحية تجنيس أبناء المواطنات. نعم. فللأسف مع أن القانون يضمن للكويتية الأرملة أو المطلقة حق تمرير جنسيتها لأبنائها، في التطبيق الفعلي لم نرى أن هذا الموضوع فعلا تحقق. فذكر مثلا النائب صالح عاشور في هذه الندوة أن منذ تحرير دولة الكويت حصلت فقط 1000 حالة من منح الجنسية لأبناء الكويتيات، بمقابل 70,000 حالة من منح الجنسية لزوجات الرجال الكويتيين. نعم، نتوجه قليلا إلى الأستاذة مريم أرواعي معنا من المنامة. أستاذتي العزيزة، يعني نفس السؤال وجهه لك حول يعني العوائق التي تحول دون قدرة المواطنة الخليجية على الحصول على حق الجنسية لأبنائها في حال زواجها من رجل أجنبي. لماذا كل دول الخليج تجمع على عدم أحقية المرأة المواطنة في الحصول على جنسيتها، مع أنها دول نفطية ودول غنية، ويعني يعني ربما لا تعاني من مشاكل مثل دول عربية أخرى تحرم نسائها أيضا من هذا الحق؟ أولا أشكركم على هذه الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع المهم. العوائق هي يعني بحسب وجهة نظري في دول الخليج، أولا
ربط موضوع إعطاء الجنسية جنسية المرأة لأبنائها بمفاهيم دينية خاطئة، ربطه بالدين وهو ليس منه، أيضا لأخذهم بحق الدم من جهة الأب وليس من جهة الأم. وهناك أيضا بعض الآراء للمسؤولين والبرلمانيين بأن المرأة هي التي تضع نفسها في هذا الموقف بزواجها من أجنبي. لماذا؟ حسب ما طرح علينا أعضاء برلمانيين، وهم يرون أيضا أن إعطاء المرأة هذا الحق سيؤدي إلى استقلال المرأة، وأيضا يطرحون أن هذه أنه عدد بسيط وليس ظاهرة، لأن النساء في الخليج غالبا لا يتزوجون من أجانب. نعم. وهم يرون أن الاكتفاء بتعديل أوضاع النساء من خلال أوامر ملكية أو مكرمات وقتية، ولكن ليس بتعديل جذري في الدستور أو في القوانين يقوم على أساس المواطنة المتكاملة بين الرجال والنساء كما تنص عليه الدساتير. طب أنت ربطتي، قلت في البداية أن هناك من يربطه بالدين، كيف يربطه بالدين؟ يعني لم أفهم هذه الجزئية. هم يرون أن القوامة للأب، نعم، وبالتالي ينطلقون من هذا الجانب، وهذا طبعا ليس بصحيح. يعني التعاليم الدينية لا تمنع ولا تناقش مسألة أن تنقل جنسية المرأة إلى الأبناء أو تمتع الأبناء بجنسية والدتهم. هذا ليس وارد لا في الفقه ولا في النصوص القرآنية. طيب نعود إلى تفضلي. ولكنهم يستخدمونه كذريعة، كأحد الذرائع التي تطرح دائما كعقبات أمام المساواة للمرأة في مسألة الجنسية وفي غير الجنسية. صحيح. دكتورة العنود، نعود إليك. يعني هناك من يتحدث كما قالت الأستاذة مريم عن أنها حالات فردية، وأن النساء في الخليج يعني لا يتزوجن بأجنبي إلا في حالات نادرة. يعني مثلا لدي أمامي يعني إحصائيات من السعودية مثلا تثبت بأن في السعودية ارتفاع نسبة العنوسة ومعدلات يعني ارتفاع نسبة الفتيات غير المتزوجات بعد 30 عاما يجبر الكثيرات منهن على الزواج من أجنبي. لا أدري كيف تنظرين إلى الأمر، مع من تتفقين؟ أي أنا طبعاً أول شيء أحب أصلح معلومة، أن مش دول الخليج كافة، دولة الإمارات منحت المرأة الإماراتية حق تمرير الجنسية لأبنائها، ولكن بعد سن 18 وبعد دراسة كل حالة على فتى. فعندنا سابقة في الخليج في هذا المجال، تفوقت الإمارات على الأردن ولبنان، فممكن نحن يعني نحذو حذو الإمارات كخطوة أولى. ومن ناحية الأعداد فهي حسب الاستنتاجيات من الدراسة فهي في تزايد، ولو كانت قليلة الآن ولكن هي في تزايد ملحوظ في الإمارات وفي السعودية وكذلك في دولة الكويت. وأنا ما أعتقد أن العدد يهم، لأن قد يكون العدد ليس كثير، لأن في صعوبات في أخذ الموافقة، في صعوبات في تمرير الجنسية، في يعني عوائق جدية تمنع المرأة الخليجية من اختيار زوج غير مواطن، وحتى لو كان خليجي وحتى لو كان عربي فهو مو بالضرورة يكون أجنبي. ومثل ما تفضلت أختي من البحرين، هناك يعني عرف مغلوط أن هذا عرف إسلامي، وهذا ما ينفيه كثير من العلماء، لأن حق اختيار الزوج بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الوطنية دون عقاب هذا من القيم الإسلامية الحنيفة، كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن إن الله عليم خبير. هناك من يتخوف من تغيير ديموغرافي في مجتمعات الخليجية بسبب الزواج من أجنبي. يعني لماذا تحمل المرأة هذا يعني أسباب هذا التغيير الديموغرافي ولا يحمل الرجل، في حين أن الرجل أيضا يتزوج من أجنبيات ربما أكثر من الحالات النسائية؟ ما فيها ربما، أكيد الرجل الخليجي يتزوج من أجنبيات أكثر، الأرقام تثبت هالشيء. طيب. وبعدين بعد ما يختار يتزوج من غير مواطنة يصبحون أبنائه أقاربهم غير مواطنين فيختارون من الزواج منهم، فابنه الذكر لا يعاقب على هذا الاختيار، ولكن البنت الأنثى تعاقب على اختيارها أن تتزوج من أقاربها الغير مواطنين.
يعني بس هل هذا فعلا يحدث تغيير ديموغرافي؟ هل المخاوف المجتمعية من إحداث تغييرات ديموغرافية فعلا في محلها؟ هل هي مخاوف مبررة برأيك؟ برأيي لا طبعا، يعني هذا القلق على الهوية والهاجس يجب أن لا يرتبط بالأم. الأم هي مصدر الهوية، هذا حسب الدراسات العلمية، وهي مصدر الهوية يعني أهم إذا لم يكن في نفس الأهمية كالرجل. فيعني الهوية لن تزعزع إذا عطتها الأم أو إذا عطاها الأب. يعني إحنا نقدر ننظر لفرنسا مثلا أو أمريكا أو جميع الدول التي تمنح المرأة إعطاء الجنسية لأبنائها، هل أصبح عندهم تزعزع في الهوية؟ يعني إحنا اليوم في الأقلية، 27 دولة فقط في العالم التي لا تسمح للمرأة تمرير هويتها لأبنائها أو جنسيتها لأبنائها. نعم أستاذة مريم، ما رأيك بهذا الكلام؟ هل هناك فعلا مخاوف من تغيير التركيبة الديموغرافية؟ أطرح عليك نفس السؤال ولكن أحب أن أسمع إجابتك عليه. طبعا هناك لا توجد مخاوف من زواج المرأة من غير مواطن، لأن يعني إحنا إذا نظرنا حق المجتمع نجد الرجال هم من يتزوجون أكثر من زيجة، 3 و4 زيجات، ويتزوجون من أجنبيات بحسب ما هو حاصل في مجتمعاتنا، وتنقل الجنسية إلى الزوجة بعد مرور 5 سنوات من زواجها، الزوجة الأجنبية. نعم. وتنقل جنسية الرجل المواطن تلقائيا إلى أبنائه من الزوجة الأجنبية، في حين يمنع هذا الحق الممنوح بموجب الدستور للمواطنين رجالا ونساء عن المرأة. فالمرأة نجد أنها حتى لو تزوجت بأجنبي فستتزوج رجل واحد ولن تتزوج 4 كالرجل، فهنا تكمن المفارقة. فإذا كان هناك سيكون في تغيير أو سيؤثر على التغيير الديموغرافي، إذا كان فسيحدثه زواج الرجل لأنه يستطيع أن يتزوج بأربع ولن يحدثه زواج المرأة، يعني هذا على أقل تقدير. نعم، أنا أتذكر في هذا الصدد يعني حلقة من مسلسل طاش مطاش، المسلسل السعودي المحبوب، كان يتحدث عن هذه المشكلة، خاصة وأن المواطن ابن المواطنة كان سعوديا أو كان مولود في السعودية، تربى في السعودية، في حين ابن الرجل السعودي كان يعني من جنسية عربية وتربى خارج السعودية، حصل على الجنسية وهو خارج السعودية، في حين بقي ابن المواطنة طوال حياته يعني دون جنسية بسبب يعني كعقاب لوالدته لأنها تزوجت من أجنبي. لأنها تزوجت من أجنبي، وهذا موجود على أرض الواقع. لدينا حالات كثيرة من أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني بلغوا 40 عام البعض منهم ولم يحصلوا على الجنسية إلى الآن. نعم. في حين هناك يعني ملفات أخرى منها التجنيس السياسي تجنس أشخاص من الرجال والنساء غير بحرينيين ويمنحون الجنسية، والمرأة البحرينية المقيمة في البلد وابنة البلد والمواطنة عندما تتزوج من غير بحريني يحرم أبنائها وتعاني الأمرين. صحيح، لحظة فقط ونعود إليكم. ساعة خليجية، إيمان الحمود. دكتورة العنود الشارخ، نعود إليك. هناك من يرى بأنه إذا سمح للمرأة المواطنة الخليجية بمنح جنسيتها لأبنائها ستكون عرضة للاستغلال، يعني تكون هدف لكل شخص يريد أن يتزوج، شخص أجنبي أنا أقصد، يعمل في منطقة الخليج ويريد أن يستفيد ويريد أن يعني تكون عرضة لاستغلال المواطنين الأجانب المقيمين في دول الخليج، ما رأيك بهذه الفرضية؟ لا أنا ما أحب الفرضية، أحس فيها استخفاف لثقافة المرأة الخليجية، ولكنها مطروحة، يعني مطروحة بشكل كبير. يعني أكيد مطروحة، لأن إحنا جايين من مجتمعات أبوية، مجتمعات فيها يعني حق القيامة على المرأة، مثلا أن المرأة يكون عليها ولي أو وصي، إذا الوصي مو ذكر من عائلتها تكون الدولة وصية عليها. فيعني عندنا يعني استخفاف عموما في قدرة المرأة على تقييم اختياراتها، على التصرف في حرية، بحرية في اختيار شريك حياتها، يعني هي جزء من الحريات التي يعني يكون تكون مغلوطة أو منقوصة عند المرأة في الدول العربية عامة والخليجية خاصة. ولكن يعني إذا ننظر من ناحية قانونية بحتة، كل الدساتير في جميع دول الخليج نصت على المساواة
بين المرأة والرجل، وخاصة المساواة من ناحية القانون. فيعني في كل دستور في احترام لقدرة المرأة على الاختيار، وقدرة المرأة على ممارسة حياتها، على الأقل في ظل القانون سوية بالرجل. نعم أستاذة مريم، ما رأيك بهذا الكلام؟ هل فعلا ربما يكون هناك استغلال أو يحدث هناك استغلال للمرأة الخليجية في حال فتح القانون أو في حال سمح للمرأة المواطنة الخليجية بمنح الجنسية لأبنائها من أجنبي؟ طبعا أنا أتفق بما تفضلت فيه الدكتورة العنود، ونحن أيضا في البحرين دائما يطرح هذا الجانب. نعم. أن المرأة إذا عدل القانون ستستقل المرأة من قبل الأجانب الموجودين في البحرين، وهذا استخفاف بقرارات المرأة وقدرتها وأهليتها القانونية التي نصت عليها الدساتير الخليجية. المرأة كما الرجل، وخاصة المرأة الخليجية، يعني المرأة الخليجية بلغت مستوى عال من التعليم، تستطيع أن تتخذ القرارات الملائمة لحياتها، والزواج سواء كان من أجنبي أو من مواطن هو حق إنساني للمرأة كما هو متاح للرجل، أن الخيارات مفتوحة أمامه، فلماذا تقلص الخيارات أمام المرأة وهي كإنسانة هذا الحق ممنوح لها بموجب الاتفاقيات الدولية وبموجب الدساتير والقوانين الوطنية؟ نعم دكتور العنود، ما هي الجهود التي تبذلونها يعني كناشطين في مجال حقوق المرأة من أجل يعني إيصال الصوت للحكومات؟ يعني إلى حد الآن لا يبدو بأن هناك الكثير من الاستجابة، ما عدا الحالة الإماراتية، وكما قلت كل حالة على حدة أيضا يعني يدخل ضمن إطار يعني التأخير أو ربما التعطيل، يعني هي ليست متاحة للجميع كما شرحتي. إيمان، كل ما صار في شفافية أكثر في طرح هذه القضية، كل ما صار في كلام على العلن عن هذه المخاوف، عن قلق الهوية، عن هذا الهاجس للتغيير الديمغرافي، كل ما توضح الصورة أكثر، كل ما يصير في توعية أكبر، أنها ما يصير في انتقائية في ممارسة القوانين، ما يصير في انتقائية في حق منح الجنسية. وإحنا يعني طلعنا يمكن 13 توصية رفعناها حق أصحاب القرار في دول الخليج الست، ومن أهم القضايا اللي إحنا قاعد نشتغل عليها الآن هي منح أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين الحق في التملك والميراث والتمتع بجميع حقوق المدنية والحق في التعليم الجامعي، وأهم شيء الحق في الإقامة الدائمة. يعني في ممتاز، هذه نقطة مهمة، هل يمكن أن تسلطي لنا الضوء على أبرز المعاناة يعني التي يعانيها أبناء المواطنات غير الحاصلين على الجنسية طبعا من أجنبي؟ يعني ما هي أبرز المعاناة أو يعني المعوقات الثقافية الاجتماعية، الأضرار الثقافية والاجتماعية التي تقع عليهم بسبب حرمانهم من هذا الحق؟ أول شيء هناك ضغط على تفكيك الأسرة، لأن كثير من القوانين تقول أن يعني تسرع منح الجنسية لمن هي مطلقة أو أرملة، أو فهناك في ضغط على تفكيك الأسر السعيدة. ثانيا هناك في بعض الدول الخليجية بعد سن 18 ضغط على الأبناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن، إما التحاق في عمل للحصول على الإقامة الدائمة أو السفر إلى الخارج. وأيضا هناك معضلة كبيرة في الحصول على الوظائف، الحصول على نفس الفرص في القطاع الحكومي أو الخاص التي يتمتع فيها أبناء المواطنين، غير طبعا التفريق من ناحية السكن، من ناحية الحقوق في الصحة، الحقوق المدنية، وأبسطها الحقوق الاجتماعية. يعني هناك نظرة، يعني أنا ما راح أقول دونية، لكن نظرة فيها تفرقة كبيرة بين أبناء المواطن وأبناء المواطنة، وكأن أبناء المواطنة ليسوا نصف مواطنين حالهم حال أبناء المواطن. نعم أستاذة مريم، ما رأيك بهذا الكلام، وما يعني ماذا اجتماعية ونفسية تقع على أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي بحسب خبرتك في هذا المجال؟ طبعا أتفق مع كل ما ذهبت إليه الدكتورة العنود في هذه الأضرار التي تقع، وأضيف عليها المعاناة النفسية للمرأة ولأبنائها. نعم. من غياب كل الحقوق المدنية والسياسية، فهم لا يستطيعون أن يشاركوا في الانتخابات،
لا كمترشحين ولا كناخبين. أيضا هم محرومين من الضمان الاجتماعي الذي يتاح للمواطنين، ومحرومين أيضا من الاستفادة من المشاريع الإسكانية التي يستفيدون منها المواطنين البحرينيين، وغير ذلك الكثير. البعثات التي بعثات الدراسية التربية، نعم، للمواطنين أبناء البحرينية محرومين منها. صح، صدر القانون رقم 35 واتخذ تدابير للتخفيف من معاناة أبناء البحرينية بالنسبة لرسوم الخدمات الصحية ورسوم الخدمات التعليمية، ولكنه لم يعطيهم الحق في الحصول على البعثات الدراسية. لدينا الكثير من المتفوقين من الأبناء والبنات الذين محرومين من الجنسية، يعني حصلوا على معدلات في التوجيهية 98%، ولكنهم حرموا من الحصول على بعثات دراسية أو الاستفادة من بعثات ولي العهد. طب ماذا عن هناك معاناة كبيرة، حرمان من حق الإقامة، كل الحقوق المدنية. نعم، الإقامة أيضا كفلها القانون رقم 35 الصادر في 2009. تستطيع الأم أن تكون إقامة كفيلة أن تكفي أبنائها، نعم، أن تكفي أبنائها، ولكن بعد سن 18. في حال وفاة الأم مثلا، في حال وفاة الأم ما الذي سيحدث؟ هذه معضلة أنت وضعت يدك عليها، هذه معضلة كبيرة يعاني منها هذه الفئة من الأبناء. في حال وفاة الأم هم أيضا ليس لهم حق في الميراث، لا يستطيعون أن يرثوا إذا كان لديها بيت أو لديها أموال موجودة يعني في البحرين بصفتهم غير مواطنين. نعم، فهناك الكثير من المعاناة ومن الحقوق التي تحرم هذه الفئة من الأبناء منها. لذلك الحل الجذري هو تعديل القانون ليتلائم مع مواد الدستور، وبحيث يمنح هذا الحق للمرأة كما هو ممنوح للرجل. طيب، لأن القانون البحريني يعطي الرجل المتزوج من أجنبية بصورة مباشرة أن تنتقل جنسيته إلى أبنائه، وأن تنتقل جنسيته إلى أجنبية بعد مرور 5 سنوات، في حين أن المرأة تحرم من ذلك إلا إذا كان أبناؤها، إلا إذا كان الابن لم يعترف به أبي، لم ينسب إلى أبي، أو مجهول الأبوين أو مجهول الأب. نعم، ولكن بصورة اعتيادية لا تستطيع المرأة. وربما هي حالة متشابهة ربما مع السعودية، أيضا هناك يعني وضع مشابه، نعم، لهذا الوضع. دكتور، في وضع مشابه في كل دول الخليج. نعم، نعم. دكتورة عنود، بالنسبة للزواج، يعني كيف يتعامل أبناء المواطنة غير الحاصلين على الجنسية عندما يريدون الزواج مثلا من داخل البلد الذي يقيمون فيه؟ والله أنت تطرقتي حق موضوع لازم نسلط الضوء عليه أكثر إيمان، هو في هناك أولا عزف عن الزواج سواء عند المواطنين أو المواطنات، في تأخير في سن الزواج، نعم، في الخليج عامة. هناك توجه من المواطنين الخليجيين إلى الزواج من غير مواطنات لأسباب اجتماعية ومادية، منها غلاء المهور، منها متطلبات الحياة. في اعتقاد أعتقد أنه خاطئ عند بعض المواطنين الخليجيين الرجال أن تكلفة الزواج من مواطنة أعلى بكثير من تكلفة الزواج من غير مواطنة إلى آخره. نعم، كل هذه تقلص فرص زواج المواطنة الخليجية من مواطن خليجي في دولتها، ولكن هي تعاقب عندما تتزوج من غير مواطن، ولكن هو لا يعاقب. وبسبب هذه أزمة الزواج وأزمة ارتفاع نسب الطلاق، نجد أن هناك دول خليجية مثل المملكة العربية السعودية سارعت في تعديل تشريعات تسهل للسعودية الزواج من غير سعودي، وتسهل لأبنائها الإقامة، وتسهل لأبنائها الذكور
لاحقا المطالبة بالجنسية السعودية وبالزواج. نعم، ولكن وفق نظام معقد هو نظام النقاط، وحتى الآن ربما لم يتجاوزه يعني الكثيرين. فعلاً فعلاً. نعم فعلا، ولكن أنا قصدي هناك شفافية في المتطلبات، هناك 33 نقطة يجب أن يحصلون على 23 منها. طيب، لكن هناك شفافية، هذه الشفافية غير موجودة أصلا في كلمة أخيرة فقط للأستاذة مريم قبل أن ننهي الحلقة باختصار لو سمحتي أستاذة مريم. أرى من الضروري تعديل قانون الجنسية بما يتواءم مع حقوق المواطنة والأهلية الكاملة للمرأة، بحيث تعطى حق متساوي كمان الرجل في نقل جنسيته إلى أبنائها. وإذا سمحتي لي أحب أن أعلق على مسألة الزواج. هنا أبناء البحرينية يعانون دكتورة، نحن في آخر معاناة نفسية، بحيث هم لا يقبل بهم كأزواج، ما لا تقبل بهم الأسر، لأن ينظرون لهم لكل الصعوبات التي يعانون منها. شكرا، وهذا أيضا يضاف إلى معاناة. شكرا أستاذة مريم الروعي، رئيسة مركز تفوق لدعم قضايا النساء من البحرين، وللدكتور العنود الشارخ الباحثة المختصة في القضايا النسائية. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام حلقة حديث أو حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع. كانت معكم إيمان الحمود، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.